بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فمزنا في كتاب الجهاد والسير ترجمة رقم 179، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي أسلموا تسلموا. قاله المخبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا، يقول قاله المخبري عن أبي هريرة، وطرف من حديث سيأتي موصولا مع الكلام عليه في الجزية، في كتاب الجزية. باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، يعني فهم يمتلكون هذه هذا المال أو هذه الأرض، لأن بعض الناس قالوا أن الأرض تكون ملك للمسلمين أو للحاكمين أو ملك عام للمسلمين. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد ابن زيد قال: قلت يا رسول الله أين ننزل غدا، يعني في حجته حجة الوداع. قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا، عقيل بن أبي طالب. ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، خيف اللي هو الوادي يعني محصب، حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني تقاسمت على الكفر وعلى مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب في شاب أبي طالب، طبعا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الهجرة بسنتين أو ثلاثة. وذلك أن بني كنانة حلفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوادي، اللي هي المقاطعة، يعني قطعهم يعني اقتصاديا ومعنويا. قال حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، وأسلم مولى عمر، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى. الحمى اللي هو كل ملك مثلا أو خليفة بيحدد أرض معينة، فبيقول دي الإبل يعني للخليفة أو الغنم للخليفة أو غنم الملك. وطبعا عمر بن الخطاب يعني لا يحمي نفسه ولكن للمسلمين، يعني الإبل الصدقة مثلا. فهو لما فدعا مولى له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني أضمم جناحك عن المسلمين، يعني ليه لا تتجاوز حدودك مع المسلمين أو لا تضيق على المسلمين، واتخذ دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، يعني اللي عنده ناقة واحدة واللي عنده غنمة دخلها في الحمى، يعني طرع في الحمى، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، كنا من أثرياء الصحابة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، من العشر المبشرين، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع. يقولوا دول أغنياء، عندهم لو الغنم هلكت عنده أرض بتجيب دخل وعنده زرع وعنده نخل. وإن رب الصريمة رب الغنيمة، اللي ما عندوش الفقراء، اللي عنده غنمة أو غنمتين ثلاثة واللي عنده ناقة واحدة، يعني ده لو هلك الغنم ما عندوش حاجة تانية، إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببني، فيقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فيقول لهم ما يقولي، وأطردي من بيت المال ويطلبوا الذهب والفضة. يقول: فالمال والكلأ أيسر علي من الذهب والورق والفضة، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم وإنها لبلادهم. ظلمتهم بحمى هذه الأرض، دي أرضهم وبلادهم يعني. فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام،
والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شبرا. يعني بيقولوا لأن الإبل والأشياء اللي ملك للدولة والتي تستعمل في الجهاد في سبيل الله يعني ما جعلت يعني حمى لهذه المواشي ولكن يعني إن هذا الحمى ليس له خاصة ولكن لمصالح المسلمين. قول باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، أشار بذلك إلى الرد على من قال من الحنفية إن الحربية إذا أسلم في دار الحرب وقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره، فإنها تكون فيئا للمسلمين. الفيئ طبعا هو الغنيمة اللي هو اللي بتكون بغير قتال، يعني بال فما أوجفت عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما الذي يعود على المسلمين دون قتال. وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور. وطبعا هنا المصنف يوافق الجمهور إن هم يملكون الأرض يملكون المال، واحد أسلم وهو في أرضه وفي ماله فمش هيبقى أرضه ملك للمسلمين عامة، تبقى ملكه يعني. وافق الترجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن العلي البجلي قال فر قوم بني سليم عن أرضهم فأخذتها فأسلموا وخاصموني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم، وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. وطبعا صريح في الآية في الترجمة يعني. قول محمود هو ابن غيلان وقول حدثنا عبد الله بن مبارك، وهذه رواية أبي ذر وحده، والباقين عبد الرزاق بدل عبد الله، وبه جزم الإسماعيلي أبو نعيم. قول قلت يا رسول الله إن ننزل غدا، الحديث يقول ذكره مختصرا وقد تقدم في باب توريث دور مكة وشرائها من كتاب الحج بتمامه وتقدم شرحه هناك، وفيما ترجم له هنا لكنه مبني على أن مكة فتحت عنوة، والمشهور عند الشافعية أنها فتحت صلحا. يعني اختلف العلماء هل فتحت عنوة يعني بقتال أو صلحا، فاللي بيقول عنوة لأن كان حدث قتال يعني في الخندمة يعني مع خالد بن الوليد، واللي قال فتحت صلحا يعني على أساس أن أبو سفيان بن حرب يعني نفس السلام قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ولكن صحيح أنها فتحت عنوة يعني لأن حدث فعلا يعني قتال. فهم مختلفين لأنه لم يقسم يعني دورها لأنها دار عبادة، ولأن الإمام يعني الأشياء غير المنقولة لا تقسم، يعني المال البقر والغنم والذهب والفضة هذه الأشياء المنقولة بتقسم، أما الأرض فبيرجع الأمر للإمام، قد يقسم الأرض وقد يقسم نصفها ويقي نصفها كما حدث في خيبر، وقد لا يقسم منها شيء كما حدث في فتح مكة لأنها دار عبادة. يقول وسيأتي تحرير مباحث ذلك في غزوة الفتح من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى، ويمكن أن يقال لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على تصرفه فيها فيما كان لأخويه علي وجعفر وللنبي صلى الله عليه وسلم من الدور والرباع بالبيع وغيره، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانتزعها ممن هي في يده لما ظفر، كان في ذلك دلالة على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى. وقال القرطبي يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلموا، فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى. قوله وذلك أن بني كنانة حلفت قريشا على بني هاشم ألا يبيعهم ولا يؤوهم، هكذا وقع هذا القدر معطوفا على حديث أسامة، وذكر الخطيب أن هذا مدرج في رواية الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة، وإنما هو عند الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة، وذلك أن ابن واب رواه عن يونس عن الزهري ففصل بين الحديثين، وروى محمد بن أبي حفصة عن الزهري الحديث الأول فقط، وروى شعيب والنعمان بن راشد وإبراهيم بن سعد والأوزعي عن الزهري الحديث الثاني فقط، لكن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قلت حديث الجميع عند البخاري وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحج ولحديث أبي هريرة في التوحيد، وأخرجه مسلم معنا في الحج، وقد قدمت في الكلام على حديث أسامة في الحج ما وقع فيه من إدراج أيضا والله المستعان. قوله أن عمر بن الخطاب استعمل مولا يدعى له هنيا،
اللي هو بالنون مصغر بغير همز وقد يهمز، يبقى هنيئا. وهذا المولى لم أرى من ذكره في الصحابة مع إدراكه، إدراك للنبوة يعني، فلعله أسلم بعد ذلك ويكون يعني مخضرما يعني. وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعمر بن العاص، روى عنه ابن عمير وشيخ من الأنصار وغيرهما، وشاهد صفين مع معاوية ثم تحول إلى علي لما قتل عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل لما قتل عمار، كان جعل عمار قال ويح عمار تقتله الفئة البغية، فلما قتل وهو في جند علي فأدرك يعني كثير من الناس يعني أن علي هو أولى الطائفتين بالحق، فانحاز بعض الناس من كانوا مع معاوية إلى يعني علي، فيقول هو قتل شاهد صفين مع معاوية ثم تحول إلى علي لما قتل عمار يعني بعد انتهاء صفين. ثم وجدت في كتاب مكة لعمر بن شبة أن آل هني ينتسبون في همدان وهم موالي آل عمر انتهى، ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر، كان يقول هذه تزكية له أن عمر استعمله يعني على الحمى. قوله على الحمى بين ابن سعد بطريق عمير بن هني عن أبي أنه كان على حمى الربذة، وقد تقدم بعض ذلك في كتاب الشرب. قوله اضمم جناحك عن المسلمين أي أكفف يدك عن ظلمهم. وفي رواية معن بن عيسى عن مالك الدارقطني في الغرائب اضمم جناحك للناس، وعلى هذا فمعناه استرهم بجناحك وكناية عن الرحمة والشفقة. قوله واتق دعوة المسلمين في رواية الإسماعيلي والدارقطني وابن عين دعوة المظلوم. قوله وأدخل الفتح بهمزة مفتوحة ومعجمة مكسورة والصريمة وكذا الغنيمة أي صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم، متعلق الإدخال محذوف والمراد المرعى، لأن الحمى مكان بيحدد حدوده الملك أو الخليفة، ويقول إن هذا خاص بإيه بإبل الصدقة أو بإبل المسلمين العامة، أو إذا كان ملك بيبقى حمى لنفسه. يقول قوله وإياي فيه تحذير المتكلم نفسه وهو شاذ يعني عند النحاة كذا قيل، والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه وإلا في المراد في التحقيق إنما هو تحذير للمخاطب، تحذير المخاطب، وكأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى فيكون أبلغ، ونحو نهي المرء نفسه ومراده نهي من يخاطبك كما سيأتي قريبا في باب الغلول، والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم. وقوله فيه ابن عوف وعبد الرحمن بن عفان وعثمان وخصام بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهما ومشيئتهما لأنهما كان من مياسير الصحابة، وطبعا يقاس عليهما غيرهما اللي عنده غنم كتير وعنده أرض وعنده نخل، ولم يرد بذلك من عهو البتة، وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى فقراء يعني، فنهى عن إثارهما على غيرهما أو تقديمهما قبل غيرهما، وقد بيّن حكمة ذلك في نفس الخبر إن هو اللي عنده غنم كتير بيبقى عنده أرض وعنده نخل. قوله بيّنه كذا الأكثر بمثنى قبل تحتانية ساكنة بلفظ مفرد البيت، والكشمهني بدون قبل التحتانية بنون قبل التحتانية بلفظ جمع البنين والمعنى متقارب. قول يا أمير المؤمنين حذف المقول لدلالة السياق عليه أنه يجيب أولاده أو أبناؤه بنيه مثلا، يقول له يذهب له هو أي فقير يعني هلكت غنمه فيعطيه من الذهب أو من الورق، ولأنه لا يتعين في لفظ التقدير يا أمير المؤمنين أنا فقير، يا أمير المؤمنين أنا فقير، يا أمير المؤمنين أنا حق ونحو ذلك. قوله أفتاركهم أنا استفهام إنكار وأنا لا أتركهم محتاجين، وقوله لا أب لك بفتح الهمزة والموحدة وظهره الدعاء عليه زي ثكلتك أمك مثلا أو تربت يمينك، فهي ما يقصدش الدعاء ولكن كلمة تقولها الإيه العرب، لكن على مجازه لا على حقيقته، وهو بغير تنوين لا أبا لك مش لا أبا لك لأنه صار شبيها بالمضاف، وإلا في الأصل لا أبا لك، والحاصل أنهم لو منعوا من الماء والكلى لهلكت مواشيهم،
فأحتاج إلى تعويضهم بصرف الذهب والفضة لهم لسد خلتهم، وربما عرض ذلك احتياجا إلى النقد في صرفه في مهم آخر، فما يأخذ من الكلاء والماء أفضل من أن يأخذ من الذهب والفضة. قوله وإنهم ليرون أوله بمعنى الظن، وبفتحها بمعنى الاعتقاد، لا يعتقدون أو يظنون، وطبعا الظن يأتي معنى اليقين. وقوله أني قد ظلمتهم، لا يرون أو يظنون أو يعتقدون أني قد ظلمتهم، قال ابن التين يريد أرباب المواشي الكثيرة، كذا قال، الذي يظهر لي أنه أراد أرباب المواشي القليلة لأنهم المعظم والأكثر، وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة. ويدل على ذلك قول عمر إنها لبلادهم، إن هؤلاء الفقراء هم أصلا أصحاب هذه البلاد، يعني خاصة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. وإنما ساغ لعمر ذلك لأنه كان مواتا فحماه لنعم الصدقة لمصلحة عموم المسلمين. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أن عمر أتاه رجل من أهل البلية فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثم تحمى علينا، فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه. وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن واب عن مالك بنحوه وزاد، فلما رأى الرجل ذلك ألح عليه، فلما أكثر عليه قال المال مال الله والعباد عباد الله ما أنا بفاعل. وقال ابن المنير لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في قوله قتلوا عليه في الجارية، فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لا عليهما والله أعلم. وقال المهلب إنما قال عمر ذلك لأن أهل المدينة أسلموا عفوا وكانت أموالهم لهم، ولهذا ساوم بني النجار عفوا، يعني يقصد بدون قتال، يعني المدينة فتحت بالقرآن فأقروا على الملك أرض وملك مال وقر عليه وكانت أموالهم لهم، ولهذا ساوم بني النجار بمكان مسجده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر يعني سأل عن المكان اللي بركت فيه الناقة وساومه على الأرض، يعني يشتري الأرض. قال فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه، ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين، يقصد غنيمة، لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالهم، يعني كما أخذوا المال المنقول أخذوا أي الأرض بخلاف أهل الصلح في ذلك. وفي نقل اتفاق نظر لما بينا أول الباب أنهم الاتفاق على الأموال المنقولة، أما الأرض ففيها خلاف. وهو من بعده حملوا الأرض على أرض المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في ملكهم، وليس المراد ذلك هنا، المدينة لم تفتح بقتال يعني، ولكن فتحت بالقرآن. وإنما حمى عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معالجة أحد، وخص إبل الصدقة وخيول المجاهدين، وأذن لمن كان مقلا أن يرعى فيه مواشيه رفقا به، فلا حجة فيه للمخالف. وأما قوله يرون أني ظلمتهم فأشار به إلى أنهم يدعون أنهم أولى به إلى أنهم منعوا حقهم الواجب لهم. قوله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، أي من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد يعني ما يركب. وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ 40,000 من إبل وخيل وغيرها. وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين، وهذا الحديث ليس في الموطأ. قال الدارقطني في غرائب يعني مالك هو حديث غريب صحيح. ده طبعا حديث يعني موقوف يعني على عمر رضي الله عنه، ما هوش مرفوع يعني، ف المفروض ايه ما يكونش له يعني ما ياخدش رقم يعني من الحديث المسند. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.